الاحتلال الفرنسي لسوريا. كانت الدول الغربية قد اتفقت على تقاسم تركة الدولة العثمانية، وفي سنة 34,300 للهجرة اجتمع المندوبان الفرنسي جورج بيكو والإنجليزي مارك سايكس في موسكو مع الحكومة الروسية، ونتج عن الاجتماع اتفاقية عرفت باتفاقية سايكس بيكو، قضت بأن تكون لفرنسا السيطرة على غرب سوريا وعلى لبنان وولاية أدنا، ولبريطانيا السيطرة على جنوب وسط العراق وميناءي حيفا وعكا، وتأخذ روسيا الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان مع حق حماية الأرثوذكس في الأماكن المقدسة. وفي السنة ذاتها قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين انطلاقا من بلاد الحجاز، ووقفت إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى بهدف تخليص البلاد العربية من الحكم العثماني. وفي سنة 36,300 للهجرة دخلت قوات الثورة دمشق بقيادة الأمير فيصل، وتشكلت في بلاد الشام أول حكومة عربية في القرن العشرين برئاسة علي رضا الركابي، كما عين الأمير فيصل حاكما على بيروت وحاكما على جبل لبنان. ورفض الحلفاء إعلان الحكومة العربية،